السيدة إقبال فايز لبيب، واحدة من أمهاتنا المثاليات في مسابقة الأم المثالية بوزارة التضامن. من هنا أحسن ناس. ألو ألو، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا. زي حضرتك أنت؟ أنا الحمد لله مبسوط. لو أنت مبسوطة؟ أنا مبسوطة إن أنا سمعت صوت حضرتك. يا بختي يا بختي. لا أنا اللي أتشرف. ربنا يحافظ عليك يا رب. ربنا يخليكي يا رب. مدام إقبال، ممكن أعرف القصة بتاعتك إيه؟ القصة بتاعتي بسيطة جدا. أنا اتجوزت في سن صغير، خدت يعني راجل، عشت معاه تقريبا 6 سنين، عمل حادثة في الوقت اللي احنا كنا متجوزين فيه وتوفى بعدها، ساب لي بنتين، احنا من الصعيد، فربنا اكرمني بالبنتين يعني، وقعدت جاهد كده لغاية ما ربنا اكرمني ووصلت لغاية هنا. البنات دلوقتي عندهم كام سنة؟ الكبيرة عندها 31 سنة والصغيرة عندها 30 سنة. وكملوا دراستهم وفتحوا بيوت ولا لسه؟ لا، الكبيرة واخدة حاصلة على بكالوريوس تجارة ما شاء الله، والصغيرة حاصلة على بكالوريوس صيدلة يا ما شاء الله، وعاملة دبلومة إكلينيكية وكرمها المحافظ في إنا، وبعدها عملت ماجستير كلينيكي تبع امريكا، بورد امريكي. الله 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 ما شاء الله، خمسه وخميسه في عينينا. ربنا يحافظ عليك. لا ربنا يحافظ عليك، يا رب يحفظك. يا رب يخليهم لك، يا رب يخليهم لك. احنا كنا عايزين نعيد عليكي وعايزين نفرح الناس بيكي. ربنا يخليك ويفرحك يا رب، وربنا يحافظ عليكم وربنا يحافظ على كل مصر بشعبها، برجالها، بسيداتها، بشرطتها، برئيسها، بوزرائها، بكل شعبها. يا رب يا رب، صللنا والنبي. ربنا يحافظ عليك ويحفظك ويسونك يا رب، وربنا يثبت قدامك في مكانك ويعليك ومناصبك أكتر وأكتر. احنا عايزين بس ربنا يدينا على قد نيتنا، احنا ميت إن فل إن شاء الله. يا رب يخليكي، وألف مبروك على التكريم، ومش عارف أقول لك إيه تاني، بس نورتينا وفرحان إن أنا سمعت صوتك قوي ومتشرف. ألف شكر ليكي والله. الواحد فعلا بيتشرف ويفرح لما يسمع القصص الحلوة دي. تشوف كده الستات المصريات، 100 راجل مين و1000 راجل مين، ده مهما كانت الظروف دايما كده دايسين وجامدين وقلب جامد وتد في الأرض. آه والله.